بالقصف الذي نتعرض إليه الآن، أم بالفتيات التي تخطف، أم بالرجال الذي يقتلون، أو بالمساجد التي تقصف والمنازل. حمص تتعرض اليوم إلى حملة قصف لم نشهدها منذ بداية الاحتلال إلى وقتنا هذا. نتعرض إلى هجوم عنيف من قبل قوات الأسد الفاسدة. الحالة مأساوية جدا في حمص. لا يوجد كهرباء، لا يوجد ماء، لا يوجد غاز. نحن نشكو ضعفنا لله عز وجل، نشكو ضعفنا لله عز وجل. ولكن أيها العرب، اعلموا حق اليقين أننا سوف ننتصر بعونه تعالى. تكلمنا كثيرا ولم نشهد لكم منكم أي إلا المهل لتقتلون مزيدا من دماء المسلمين ومزيدا من هؤلاء الدم الطائر الذي ينزف كل يوم في مدينة حمص. أما أنا الأوان أن تتحركوا، أما أنا الأوان أن تهبوا إلى نسائنا التي تخطف، أو إلى مساجدنا التي تقصف، أو إلى أموالنا التي تنهب. إلى أبدا هذا الذل والعار بكم أنتم والمجلس الوطني؟ كفاكم تخاذل وتعاون بتدخل العسكري يا نصف هذا الدم الذي حصل في مدينة حمص. حمص اليوم تتعرض إلى قصف وإلى قتل لم نشهده. تم قصف مسجد الرفاعي أثناء صلاة المغرب. 10 من الشهداء استطاعوا التعرف إلى 5، والخمس الآخر محروقون جثة بالكامل. إلى متى هذا التخاذل المهل والجامعة العربية التي تمهل النظام الفاسد لنشر مراقبين؟ ماذا يفعلون المراقبين إذا دخلوا؟ هذا النظام بداها بحرب وبدبابات وبعصابات وبشليات من أطراف سوريا، من العراق وإيران وحزب الله، حزب الشيطان الذين يستهدفون الأبرياء. الأعراض تكتب والأموال أمس في إضراب حمص تم كسر المحلات في السوق وسلب ممتلكات الناس. إلى متى هذا التخاذل أيها العرب؟ كفى إنهم يجعلوكم منهم مسخرة. والله إنكم جميعا إنكم مستهزئون منهم. أنتم الآن في قمة الوزارة. أنا يوجد رجل يأخذ لك حين هذا المجلس إلى الأمم المتحدة، وكفاكم تباطلا بدمائنا وأرواحنا وأعراضنا وأموالنا ومنازلنا ومساجدنا. لا يميزون بين مسجد وكنيسة، ولا بين طفل وامرأة، ولا بين شاب وشيخ. يقتلون الناس عشوائيا. هذه بدأت حرب، هو يريدها حرب ويريدها طائفية. ونحن نقول هنا في حمص، نحن أخوان. إن كنا مسيحيين وإسلام وعلويين ودروز وأكراد، نحن يد واحدة لنيل هذه الحرية. وسوف ننتصر على هذا الطاغية بشار. والله لتعاقبون أشد العقوبة ليوم الله. والله لتسألون على هذه الدماء والأعراض التي تنتهب. فتيات ونساء تخطف، والأموال تسرق، والأرواح تصاب، والدماء تنزف وتسفك، والمنازل تعتم وتحترق. إلى متى هذا التخاذل؟ إلى متى؟ قد تكلمنا مع المجلس الوطني ومع الشيخ جمعة وعن الناطق باسم المجلس التنفيذي، وتكلمنا مع
كفاية كنت معهم وطمعتهم في نسف هذا الدم، هذا الدم البريء، الأطفال والنساء والجرحى والمعتقلين. المعتقلين سوف تم إبادتهم إن لم تتدخل مباشرة. هناك بأكثر من 150,000 معتقل في السجون الأسدية الفاسدة، يتعرضون إلى التعذيب، يتعرضون إلى الجوع، يتعرضون إلى أشد العذاب.